اهلا بكم في حلقة جديدة من تواصل دوت كوم، والبداية مع احداث العراق على مواقع التواصل الاجتماعي. نبدأ مع حملة الشهادات العليا، حيث انتشرت مقاطع مصورة على منصات التواصل الاجتماعي تبين توافد متظاهري حملة الشهادات العليا نحو وزارة التعليم العالي في العاصمة بغداد، وذلك للمطالبة بحقوقهم في التعيين. دعونا نتابع هذا المقطع. أحد المتظاهرين حملة الشهادات العليا في المقطع التالي الذي سوف نشاهده يطالب بإنصاف شريحته في التعيين وعدم التسويف لمطالبهم المشروعة. دعونا نتابع هذا المقطع. إدارة قانونية طبعاً، ما لنا تعيينات ومهمشين، رغم أن كانت تعييناتنا مركزية. شو اللي صار؟ ليش الجهات تهمش هذا؟ إحنا إدارة قانونية، اختصاصاتنا مطلوبة في كل دوائر الدولة. إحنا ليش ما حد ينظر لقضيتنا؟ إحنا ليش ما حد يحط قضيتنا؟ لأن إحنا مهمشين، لأن إحنا خريجين معاهد، أنا خريج دبلوم، درست وتعبت، حالي حال باقي كل الشهادات، ليش ما لي حق بهاي الدولة؟ ليش ما حد ينصفنا؟ ليش ما حد يباوع على قضيتنا؟ رغم إحنا أن الأولوية بكل دوائر الدولة، يعني القانوني بكل مكان موجود، بكل دوائر الدولة موجود، ليش هالتهميش هذا؟ إحنا نطالب السيد الكاظم بأنصافنا بدرجات وظيفية والإسراع بأمر القانونيين. يعني يحمل شهادة الماجستير أو الدكتوراه في كافة التخصصات ولا يجد التعيين، كيف للبلد أن ينهض بدون هذه الشريحة المهمة؟ هذه الشريحة في باقي البلدان، يعني التعيين، وكما كان في العراق سابقا يكون التعيين مباشرة أثناء تخرجه أو حصوله على الشهادة. دعونا نقرأ بعض من التعليقات حول هذه التظاهرات لحملة الشهادات العليا. علي قال: يا رب التعيين لأصحاب الشهادات العليا المرابطين أمام وزارة التعليم العالي منذ 7 أشهر وإلى الآن، يا رب الفرج. فلاح قال: أبطال رفعت رأسنا، شرفت اسم حملة الشهادات العليا بخروجكم ورفضكم للظلم. محمد الخالدي قال: الحقوق تؤخذ ولا تعطى، حقوقنا خط أحمر، نحن من اعتدي علينا، نحن من تم ضربنا. اعتصام حملة الشهادات العليا المرابطين أمام وزارة التعليم العالي. محمد أمير قال: إن شاء الله تفرج على الجميع. بالتزامن مع أيام محرم، خرج ثوار محافظة كربلاء بتظاهرات واسعة رددوا خلالها هتافات مناهضة للعتبة العباسية ولإيران وللولايات المتحدة الأمريكية بسبب الأوضاع التي وصل إليها العراق وما لإيران وأمريكا من أثر مباشر في وصول الحال إلى ما هو عليه، والعتبة العباسية بسكوتها عن دماء الشهداء والجرحى. دعونا نتابع هذا المقطع. أما التعليقات حول هذا الموضوع، فمنهم من كتب وقال على موقع فيسبوك: حجي أبو سجاد البياتي قال يحفظكم الباري وينصركم وينعل كل الأحزاب والسياسيين الفاسدين. فاضل السلطاني علق: الشعب أقوى من الطغاة والأحزاب الفاسدة، الأحزاب الحرامية كما وصفها، دمروا البلد، خاصة الأحزاب الشيعية، جوعوا الجنوب والوسط. حسن الإبراهيمي قال: من تصريح حتما إن شاء الله.
حازم الجوراني قال أبطال خلي يشوفون اللي يقولون عليكم كلام غير لائق، أبطال تبقون وتخشون بعيون الأحزاب. طلبة السادس الإعدادي صعدوا من حراكهم وأغلقوا مدخل وزارة التربية في بغداد بالإطارات المشتعلة، وذلك احتجاجا على التجاهل الحكومي كما وصفوه لمطالبهم باحتساب المعدل التراكمي. دعونا نتابع هذا المقطع من أمام وزارة التربية في العاصمة بغداد. مقطع آخر لأحد الطلبة الذين تظاهروا أمام وزارة التربية يتحدث عن التسويف الحكومي والمماطلة في احتساب المعدل التراكمي. دعونا نتابع. الرأي العام الناس الدنيا، احنا قبل ايش كم يوم قابلنا الوزير، انا من ضمن الوفد اللي قابلت الوزير، يا ليش ما تقبل المعدل التراكمي؟ يا المعدل التراكمي هو يقول ما تقبلت الكليات والجامعات ووزارة التعليم العالي. هسان اليوم سويت قابلت رئيس مكتب الوزير مال التعليم العالي، قلت له عمي انتم ما تقبلون بالمعدل التراكمي؟ قال الله لا علينا ولا معارضين بهذا الشيء، وانتم طلابنا وابنائنا. الوزير التربية كذاب، كذب علينا، قال الكليات ما تقبل، عم عار على كل واحد، وانتم بالطلاب استمعوا، عار على كل واحد، وخلي الوزير موجود، واحنا تصعيد اللي كل يوم. أما التعليقات حول هذا الموضوع، تظاهرات طلاب السادس الإعدادي في العاصمة بغداد نقرأ منها. محمد قال ساعدونا والله تعبنا. مصطفى قال التراكمي الاختياري أو الإقالة من المنصب كما قال. عمر قال حسبنا الله ونعم الوكيل عليك يا وزير التربية. محمد محسن قال وعلق يعني مو حرام هيك يصير بالطلاب. خرج موظفو العقود بديوان محافظة القادسية بتظاهرات مطالبين بصرف رواتبهم المتأخرة منذ سنتين. تصور معي عزيزي المشاهد بأن تعمل لمدة سنتين دون استلامك للأجر، ومع من تعمل؟ أنت تعمل مع الحكومة ووفق عقد وبراتب قليل وزهيد، ولكن منذ سنتين لم يستلموا الرواتب. دعونا نتابع. أول شيء أنا مرة لا متعينة بهاي إدارة ولا غيرها، أنا مجرد متظاهرة من يوم 1/10، نطالب بحق الناس الفقراء، نطالب بحق كل شريف بالعراق من شعبنا. الناس هاي قاعدة عقود، حال الضيم حالها، خلي يجي يشوفها، ناس قاعدة على الأرصفة، ناس صاحبين عوائل، ناس تعبوا بحياتهم، أهل شهادات، ليش هيجي؟ أما التعليقات حول هذا الموضوع عدم صرف الرواتب لأصحاب العقود في مدينة الديوانية، جمال قال أبطال عافية عليكم لا تنطون مجال للفاسدين، اسحلهم وخليهم بالحاويات مالت الزبل. سجاد الفرجي قال سيكون لنا مظاهرة مستمرة والإضراب العام هو الحل الأخير. حسام قال الله يساعدكم والله تستاهلون كل الخير أنتم والمجاهدين في سبيل الوطن نفس الدرجة بل أكثر. حسام قال الملاك الدائم أصبح حلم، الحكومة حولت إلى الملاك النايم فقط من جهة المواطن، أما من جهتهم وجهة أولادهم وأقربائهم ملاك دائم إلى الأبد. والآن إلى فقرة أنت ترى.
وصلنا عبر خدمة أنت ترى التي توفرها قناة الرافدين لمشاهديها الأعزاء مقطع مصور من أصحاب مربي الأسماك في منطقة شاطئ التاجي في العاصمة بغداد، حيث أطلقوا نداءات استغاثة بسبب تهديدهم أو تهديم أحواض أسماكهم من قبل جهات متنفذة، وذلك بدون سابق إنذار وعلى الرغم من وجود الإجازات والموافقات الرسمية لديهم. دعونا نتابع هذا المقطع الذي وصلنا عبر خدمة أنت ترى. منطقة شاطئ التاجي للثروة السمكية، يعني تلاحظ هسه لو تجي البيت وتشوف الناس المتجمعة رباب بيتي، كل واحد 200 و300 مليون ساحب أعلاف، وجو ذولا كسروا الأقفاص مالتهم وخلوهم زين، ذولا وين يروحون؟ من اللي يعوضهم؟ وبدون سابق انذار. يعني هسه لو جاي ومنبههم يلحق يشيل السمك ماله يصرفه، من جاء وفلشن هذا ايش راح يسوي؟ منين راح يسدد؟ يعني الا يبيع بيته. والله جو بالحفاره الصبح 8 احنا قاعدين ننظف بالمواقع مالتنا ونعلف، جاتنا منا بالشط، يعني ما متوقعين حفاره تجي تفلش مواقعنا بلا انذار انطونا، لا قالوا لنا يا بشيلوا. زين هذا حتى لو قالوا شيلوا، احنا هذا من 2015 هاي المواقع مالته، شوف الحديد شوف الخشب، من 2015 احنا هنا. على اي اساس يجون هسه يقولوا لنا تعالوا شيلوا؟ شنو شيلوا؟ سمك بيه. انا شو مسوي؟ مهرب زارع مخدرات بيه؟ لو هذا سمك ارفد اسوي الثروه السمكيه، اسوي انتعش البلد مال الاقتصاد ماله، لو النوبه يدمروني هيك. مربي من الشهر الواحد، وين كنت بشهر الواحد الثاني الثالث الرابع الخامس السادس السابع الثامن؟ زين التاسع جاي جهاز السمك صدقي وين؟ 3 كيلوات، وانت تجيبون البرمائيات وتفلشون هاي الاقفاص والمشاريع اللي خسران عليها ملايين، ومطلوبين من كارثه 2018 19 مليارات الدنانير. هسه جهاز السمك 3 كيلوات، انت تجي باي صيغه باي قانون باي انسانيه باي حق تجي تفلش هاي املاك الناس وتطلق الاسماك بالشط؟ هذا احنا في ازمه، وهاي الازمه يجب ان نرص الصفوف بها، ازمه كورونا. أهلا بكم من جديد وإلى فقرة الخبر المزيف. تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا على أنه يعود إلى الراحلة الناشطة الدكتورة ريهام يعقوب أثناء التظاهرات، لكن الحقيقة المقطع هو لتظاهرة حاملي الشهادات العليا في العاصمة بغداد وليس في محافظة البصرة، وأن التي تهتف في التظاهرة بالمقطع ليست الراحلة ريهام يعقوب بل هي فتاة أخرى، حيث تم نفي هذا المقطع من قبل شقيق الناشطة ريهام يعقوب بحسابه الخاص. دعونا نتابع هذا المقطع الذي تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي. والآن إلى فقرة البريد الوارد. وصلتنا رسالة عبر البريد الإلكتروني لقناة الرافدين، جاء فيها: نحن طلاب السادس الإعدادي ذقنا المر هذه السنة وفي محافظة ديالى، ما داومنا فقط أسبوع وبعدها انسدت المدارس وما نقدر نروح لمعاهد خارجية بسبب فيروس كورونا، نطالب بالمعدل التراكمي الاختياري، أتمنى توصلون صوتنا وتشوفون حل لمشكلتنا. الآن إلى فقرة هاشتاج.
تصدر وسم الاغتيال سياسة الميليشيات الترند في العراق على موقع تويتر، وذلك للتعبير عن استنكار الناشطين من استهداف المتظاهرين والناشطين من قبل الميليشيات لقتلهم وإسكات صوتهم. هذه الميليشيات معروفة هي مرتبطة بالأحزاب السياسية الحاكمة في العراق. دعونا نقرأ بعضا من التغريدات تحت هذا الهاشتاج. نور قالت: جميع الجرائم المنظمة هي جرائم بغطاء سياسي، وهذه الأحزاب متورطة بها الاغتيال سياسة الميليشيات. حيدر الكناني قال: ميليشيات القتل تمارس عملها عندما تهتز ثوابت البوغ والنهب المتعودين عليه، تهدد كل شخص يضر بمصالحها وتقضي على حياته لو كان صوت الحر عقبة في طريقها، لذلك تلجأ إلى الاغتيال لإسكات أصواتهم المطالبة بالحق والحرية. دينا قالت: عود ليش قيس وهادي ومقتدى ما يستنكرون قتل الناشطين بس بيهم يستنكرون وجود أمريكا؟ الاغتيال سياسة الميليشيات. أحمد قال: الكل تعرف من اللي يقتل ويختار بالمتظاهرين، والكل ساكت عنا سواء رجال دين أو عشائر أو سياسيين أو غيرهم. الجبناء يقتتلون لأجل المال أو يقتلون لأجل المال فقط. الاغتيال سياسة الميليشيات. والآن إلى فقرة ما بعد الهاشتاج. لجأ الكثير من المواطنين السوريون من بلدهم سوريا بسبب قمع النظام منذ عام 2011 إلى الجارة لبنان بحثا عن الأمان، لكن الدم والرعب قابلهم بعد تفجير مرفأ بيروت. دعونا نتعرف على بعض قصص السوريين مع تقرير لموقع أنا العربي بعد تفجير مرفأ بيروت. حاول نوقف دمر راسه، ما عم يوقف، صار يخاف من أي شيء ومن أي حدا. شوفوا يخاف. شوف ابني الصغير ما عم يوقف دمه، ونحاول نوقف دم راسه، ما عم يوقف. موجة غضب وتضامن عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد انقطاع المياه منذ أكثر من 10 أيام عن مدينة الحسكة السورية. دعونا نتعرف عن أسباب انقطاع المياه في هذه المدينة السورية مع تقرير لموقع إيجبلاس عربي.
أليكسي نافالني معارض روسي يشتبه بتسميمه. حلقة أخرى ضمن مسلسل تسميم المعارضين الروس. دعونا نتعرف مع بعض على أبرز المعارضين الروس الذين تعرضوا للتسميم عبر تقرير لموقع إجبلاس عربي. Чисто находится в реанимации в Омске. Он в коме, он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Его состояние остается тяжелым. Диагноза у нас по-прежнему нет, и мы не знаем, что именно послужило причиной всего произошедшего. أسطورة الملاكمة الأمريكية مايك تايسون يؤدي الصلاة مع الملاكم السويدي بادو جاك الذي زاره في مزرعة أو زار مزرعة تايسون في مدينة كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية. دعونا نتابع هذا المقطع. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.